اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تلقي إشعارات لمنشور جديد في الصفحة التي تديرها على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت. فعليك أن تقوم بفعله وأن تأتي إلى الإعلى، تضغط على هذه العلامة في الأعلى، ثم يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة. هنا تضغط على الإعدادات، ثم نأتي إلى نافذة الإعدادات والخصوصية في هذه النافذة الخاصة. بعدها نأتي إلى الإشعارات، هنا نضغط عليها، ثم سوف تأتي إلى نافذة الإشعارات. سوف تقوم بالنزول إلى أسفل، نأتي إلى الصفحات التي تديرها هنا، تضغط عليها. بعدها تضغط على الصفحة الخاصة التي تديرها. بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل، تأتي إلى منشور جديد في الصفحة، تضغط على العلامة البيضاء. وهنا في الأسفل هنا ظهرت معنا علامة زرقاء، يعني تم تفعيل تلقي إشعارات منشور جديد في الصفحة على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك والضغط على